أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في التفويض الى الرسول والى الائمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. باب التفويض الى رسول الله والى الائمة في امر الدين من كتاب الكافي الشريف. الحديث الاول عن ابي اسحاق النحوي قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق فسمعته يقول ان الله عز وجل أدب نبيه على محبته فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه فسلمتم وجحد الناس. فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا اذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا. هذا الحديث يدل على ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه واله ثم فوض اليه الدين فيتمكن الرسول صلى الله عليه واله من التشريع ومن تطبيق التشريع باذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد بيان منزلة رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ويريد تكريمه، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للرسول الولاية التشريعية، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه واله يصدر الأحكام، لكن الله حكيم لا يفوض التشريع لاحد اعتباطا او من غير قابليه لذلك الشخص فلما اراد الله سبحانه وتعالى بيان منزله الرسول عبر التفويض قبل ذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاه الله سبحانه وتعالى عصمه الله سبحانه وتعالى علمه المصالح والمفاسد و ما تقتضي صدور الحكم الواجب او الحكم الحرام وما الى ذلك فالرسول صلى الله عليه واله بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعلم فيرى ان المصلحه في اصدار هذا الحكم وان الله سبحانه وتعالى يريد اصدار هذا الحكم لكن جعل الاصدار لرسول الله صلى الله عليه واله إذا نريد نمثل، فد مثال لتقريب الفكرة إلى الأذهان. الآن في الدول، أحيانًا توقيع القانون يكون للرئيس، مثلًا رئيس الجمهورية، أو الملك، أو الأمير. عندما يوقع، يصبح ما وقعه قانونًا. تارة هو الرئيس يوقع. وتارة لجهة من الجهات يفوض التوقيع إلى نائبه. تشوف مثلاً نائب رئيس الجمهورية هو الذي يوقع، وبعد توقيعه يصبح ما وقعه قانوناً. هنا نائب رئيس الجمهورية مثلاً ليس توقيعه اعتباطاً خلاف إرادة الرئيس. لا ضمن الضوابط لكن الرئيس باعتبار سفره او باي اعتبار اخر انشغاله يوف يفوض ذلك التوقيع الى نائبه اتضح هذا المثال الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد هذه الاحكام اصدرها لصالح الناس هو تارة يصدرها مباشره هذه يعبر عنها بالفرائض. وتارة يفوض اصدارها للرسول. الرسول المصطفى، الرسول المعصوم، الرسول العالم بالمصالح والمفاسد، الرسول العالم بما يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا تشريف للرسول صلى الله عليه واله. فاذا علمنا ذلك نعلم بان هذه الدعاوى التي تقوم بانه نميز بين ما انزله الله في القران وبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الدعاوى باطله. لماذا؟ لان قول الرسول هو ما يريده الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وايات اخرى الله سبحانه وتعالى امر باطاعه الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله، اذا اطاع الرسول اطاع الله، اذا عصى الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين هذه الحقيقه وبعد ذلك يقول من بعد رسول الله صلى الله عليه واله الرسول فوض لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام، طبعا في الحلقه الماضيه ذكرنا ان التشريع في زمان الرسول انتهى. الائمه من بعد رسول الله صلى الله عليه واله لا يصدرون حكما جديدا وانما التفويض بسائر المعاني الممكنة المعقولة التي دل عليها الدليل ثابتة لهم في بيان الأحكام أحيانا الرسول صلى الله عليه وآله لم يبين الحكمة إلا لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لعدم ابتلاء الناس في جزيرة العرب وفي المجتمع المدني في المدينة المنورة بموضوع ذلك الحكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الوقت المناسب يبين ذلك الحكم، لا أنه يشرع ذلك الحكم، كلا، إنما تعلمه من رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ولكن لم يكن قد أعلن عنه بشكل عام، وإنما ذكر بشكل خاص، فإذا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأئمة ايضا بعد رسول الله صلى الله عليه واله فوض اليهم، لكن المشكله ان اكثر الناس اعرضوا عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فلذلك اتبعوا فلان وفلان 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 وفلان، ولكن الامام عليه الصلاه والسلام يمدح هذا الراوي واضرابه يقول: أنتم سلمتم، وطبعا الله سبحانه وتعالى يقول: أكثرهم للحق كارهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن كم واحد في العالم مسلم؟ خُمس العالم أقصى حد الربع منهم، يعني ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس كفار ليسوا بمسلمين. المسلمون أقلية في المجتمع البشري، وفي المسلمين الذين اتبعوا أهل البيت هم أقلية أيضا، ولا يضر ذلك، نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة يبلغ وما آمن معه إلا قليل، بل الذين آمنوا معه كانوا من المستضعفين، بحيث أن بحيث أن المستكبرين كانوا يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الإمام يقول للراوي وأضراب من الذين اتبعوه أنتم سلمتم لكن سائر الناس جحدوا ثم الإمام يعلم يقول إذا علمتم أن لنا هذه المنزلة في بيان أحكام الله وأن أحكامنا هي أحكام الرسول وأحكام الرسول هي أحكام الله. إذا قلنا أطيعوا، إذا سكتنا فاسكتوا، لا تتقدموا علينا ولا تتأخروا عنا. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق، ثم بعد ذلك الإمام يبين أنه إذا الناس اتبعوهم نالوا الخير وإذا خالفوهم لا ينالون خيرا يمكن يحصل للدنيا كم يوم منصب رئاسة فلوس شنو الفائدة واحد أيام معدودة يكون مرفه الدنيا تكون حسب رغبته ثم يأتيه الموت وأبد الأباد يكون معذبا أو محروما من رحمة الله سبحانه وتعالى عن ابي اسحاق النحوي قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فيقول فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه. الادب شنو؟ نقول هذا مؤدب. الادب هي ملكه تدعو الانسان الى الاتيان بالمحامد والاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والابتعاد عن القبائح. نقول هذا الطفل مؤدب. هذا الانسان أدبه أبواه بأدب حسن. شنو معناه؟ معناه انه بطريق علموه بحيث انه صارت ملكه في نفسه، قوه في نفسه هذه تدفعه إلى الأخلاق الحسنه والأعمال الصالحه والى المحامد من الأمور. بعكس غير المؤدب ليس له هذه الملكه. فلذا تراه لا يبالي إذا فعل قبيحا يقول إن الله عز وجل أدب نبيه يعني علمه على محبته هنا المحبة في معناها احتمالان الاحتمال الأول المعنى اللي هو في جذر كلمة الحب لأن جذر كلمة الحب معنى اللزوم إن الله أدب نبيه على محبته يعني على لزومه، يعني النبي لازم لأمر الله. لا يتعدى أمر الله سبحانه وتعالى قيد شعره. هذا احتمال. احتمال آخر لا، المحبة بمعنى الحب. وعلى بمعنى اللام. إن الله أدب نبيه على محبته. يعني لأجل محبته لأن الله كان يحب نبيه فعلمه فقال وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم الخلق شنو هو ما الفرق بين الخلق والخلق نقرأ في البقاتل في يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال أشبه الناس خلقا وخلقا الخلق هو الصوره الظاهره هذا المحيا خلق الانسان الصوره الباطنه هي الخلق نفسيه الانسان باي صوره هي هذا امر معنوي احنا ما نقدر نميز الصوره الباطنيه عن طريق النظر وانما عن طريق الاعمال نكتشف تلك الصوره الباطنيه، حاله نفسانيه. هذه الصوره الباطنيه يعبر عنها بالخلق. وانك لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى يقول هذه الخلق عظيمه. هذا الخلق عظيم، انك لعلى خلق عظيم. زين هذا اللي على خلق عظيم. هل يصح أن نقول عبس وتولى نزلت فيه إذا جاء واحد أعمى فيقطب وجهه ويعبس فيه هذا العمل صحيح لو مو صحيح إذا هو صحيح ولا ينافي الخلق العظيم فما كم مجال العتب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى كذا إلى أن يقول وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى هذا تقريع تقريع شديد زين إذا هو هذا خلق عظيم فلا معنى للتقريع ولا للذم ولا للعتاب وإذا مو خلق عظيم فهو ليس فعل الرسول وطبعا مو خلق عظيم لأن الله يعاتب ويقرع فلم يكن هذا من خلق الرسول، فالسوره نزلت في غير رسول الله صلى الله عليه واله. عبس وتولى نزلت في واحد من بني اميه، لكن ارادوا ان يبعدوا الاتهام عن انفسهم فالقوه على رسول الله، فسروا عبس وتولى ان جاءه الاعمى على انه الرسول صلى الله عليه واله، وليس كذلك. الله يقرع ذلك الشخص عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم يلتفت إليه على باب الالتفات وما يدريك أيها العابس لعله يزكى وإنك لعلى خلق عظيم الصورة الباطنة للرسول عظيمة جدا أفضل الصور طبعا هذه تحتاج إلى علم وإلى ممارسة حتى تكون ملكة عندما خلق عظيم معنى ذلك ان هناك علم ايضا موجود الله ادبه بادابه لان الله حكيم ثم فوض اليه انت تريد عندك ابن مثلا صغير وعندك صكوك ما تخلي يوقع بدلا عنك لماذا لانه قد يوقع في الصكوك بطريقه غير مناسبه لكن اذا علمته المداخل والمخارج الاقتصاديه كاملا بحيث اطمأننت اليه بانه لا يتصرف الا بحكمه، وهو امين تفوض الى التوقيع، تروح للبنك وتقول بان هذا توقيعه كتوقيعي، هو يوقع على الصك لو انت توقع على الصك، لماذا؟ لان انت علمته الله سبحانه وتعالى علم نبيه ثم فوض اليه فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الرسول سواء آتاه من قبل الله سبحانه وتعالى مبلغا أو لا هو شرع ولكن بعد أن علمه الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شأن نزول هذه الآية كان في قضية بن النظير بن, بن النظير كانوا من اليهود الذين قد سكنوا في أطراف المدينة قبل رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة عاهدهم معاهدة عاهد اليهود وهم كانوا قبائل بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع ويهود خيبر وغيرهم يهود مختلفين كانوا أطراف المدينة فأول من نقض العهد بنو النظير زين بنقضهم العهد استحقوا ان يقاتلوا لكن الرسول صلى الله عليه واله لم يقاتلهم وانما صالحهم ما دام نقضوا العهد احنا ما نقاتلكم ولكن اخرجوا من المدينه واحملوا ما شئتم من المتاع فاخرجهم من المدينه مع انه كانوا يستحقون القتل لكن الرسول رحمه للعالمين فلذا هؤلاء خرجوا من المدينة وحملوا معهم ما خف وزنه وغلا ثمنه حتى رأيت في بعض كتب السيرة أن بعضهم كان يقلع الأبواب ويأخذها معه. فلما خرجوا ديارهم أصبحت فارغة. فالرسول صلى الله عليه وآله قسم تلك الديار. ولعله كانت بساتين ايضا معها قسمها بين المهاجرين فهنا الانصار تاثروا بعض الانصار طبعا تاثروا من ذلك مع ان عمل الرسول كان عمل صحيح اولا بدون قتال هذه وقعت بيد المسلمين، ماكو احد قاتل حتى نقول هذا غنيمه هذه غنيمه له وباتفاقيه وبعدين المهاجرون كانوا قد زاحموا الأنصار في بيوتهم صحيح الأنصار بكرمهم وبإسلامهم آثروا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قسموا دورهم مع المهاجرين لكن بالنتيجة هسه الضيف يوم يوميا شهر شهريا سنة سنتين النتيجة هذا يوجب إيذاء ولو ذاك هو متقبل ما عنده مشكلة يقول أنت ابقى ما شئت فالرسول صلى الله عليه واله كان يريد ان يخفف عن الانصار بذلك فهذه الدور قسمت بين المهاجرين فالمهاجرون بالنتيجه زحمتهم ارتفعت عن الانصار يعني بحكمه كان هذا التصرف لكن الله سبحانه وتعالى في هذا المورد انزل هذه الايه والايه عامه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لماذا؟ لأن الله هو الذي أمر بإطاعة الرسول، ولأن أحكام الرسول هي أحكام الله، فإذا فد واحد عصى الرسول، عصى الله لأن الله أمر بإطاعة الرسول، فهذا لم يطع الرسول فقد عصى الله، وبعدين أوامر الرسول، نواهي الرسول صلى الله عليه وآله هي من الله سبحانه وتعالى، فعصيانها عصيان لله سبحانه وتعالى. زين فهذا كان تفويض الى رسول الله صلى الله عليه واله بعد ذلك الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول وان نبي الله فوض الى علي واتمنه واتمنه عطف تفسيري توضيحي لان التفويض لا يكون الا للامين الرسول صلى الله عليه واله فوض الى امير المؤمنين ذكرنا ليس تشريع الاحكام لان تشريع الاحكام انتهت بوفاه الرسول صلى الله عليه واله ورحيله وانما تطبيق تلك الاحكام، تنفيذ تلك الاحكام، اجراء تلك الاحكام فسلمتم وجحد الناس انتم المؤمنون من اتباع اهل البيت سلمتم اطعتم الرسول أطعتم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالرسول قال: ألست بأولى منكم في أنفسكم؟ لأن الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره هذا كلام الرسول كان بأمر من الله بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد ذكرنا فيما مضى أن اختيار علي عليه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين لم يكن إلا من الله سبحانه وتعالى وما جعل في ذلك جبرائيل واسطة وإنما في المعراج أمر الله سبحانه وتعالى رسوله مباشرة بأن خلق الصوت أسمعه الرسول صلى الله عليه وآله بدون واسطة لأن الأمر جليل جدا فسلمتم وجحد الناس كثير من الناس ما كانوا يرغبون في خلافة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لماذا لأن في الحروب التي شنوها ضد رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين دفاعا عن الاسلام قتل كثير من مشايخهم واشياخهم في بدر وفي احد وفي حنين وفي غير ذلك فاودع قلوبهم احقادا بدريه واحديه وحنينيه وخيبريه وغيرهن فلذا ما كانوا يحبون خلافة أمير المؤمنين يعلمون أنه الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مثل آل فرعون كانوا يعلمون أن موسى هو الحق لكن كانوا يجحدون بذلك ليش؟ لأنه كانوا يعتبرون بني إسرائيل من العرق الأدوان شلون ذول اللي من العرق الأدوان ونحن من الأقباط العرق الأعلى فينا الإمارة والملك نتبع رجلا فقيرا منهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، واولئك كذلك في زمان الرسول صلى الله عليه واله، شلون نتبع علي بن ابي طالب وقد قتل مشايخنا، لكن الانسان لازم يسلم لامر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم لكن الله سبحانه وتعالى ما اجبر احدا كما أنه في بني إسرائيل حينما موسى ذهب إلى الطور ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر موسى عليه الصلاة والسلام بأمر من الله استخلف هارون لأن هارون أيضا كان نبيا وجعلنا معه أخاه هارون نبيا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وموسى ما جعلها شورى بينهم قال سأني أروح أن تختاروا واحد في أمان الله لا هو اختار بأمر من الله سبحانه وتعالى الله ما كان يريد بالإكراه يبقيهم على الإيمان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين زين عندما ذهب موسى الثلاثين يوم تعدى تتصوروا أن موسى مات فصنعوا من حليهم عجلا جسدا له خوار وعبدوه وهارون منعهم أرادوا أن يقتلوه لذا في الآية الشريفة هارون يقول لموسى إن القوم استضعفوني يعني وجدوني ضعيفا ليش لأنه وحده كان معه قلائل كل بني إسرائيل اتجهوا نحو السامري جن واحد حتى لو هو نبي من الله سبحانه وتعالى مقابل آلاف مؤلفة من الناس ماذا يتمكن من أن يصنع؟ إن القوم استضعفوني وأمير المؤمنين في يوم السقيفة أيضا نفس الشيء قال حينما سحبوه إلى المسجد ليبايع التفت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وقتل هذه الآية صحيح هو شجاع لكن إذا آلاف مؤلفة من الناس يحيطون به حتى لا يكون أشجع الشجعان يقتل كما قتل الأنبياء من قبل في غزوة أحد كاد رسول الله يقتل لكن بدفاع أمير المؤمنين ودفاع مجموعة من المسلمين القلائل ابتعد القتل عن رسول الله لم يقتل صلى الله عليه وآله ولو كان أمير المؤمنين يجرد السيف كان يقتل وكان الإسلام يزول لأن الأعداء يستثمرون هذه الفتنة الداخلية للقضاء على الإسلام يقول فسلمتم وجحد الناس زين هسه اللي أنت سلمت لا تتقدم على الأئمة ولا تتأخر عنهم إذا أمروا بشيء أطع إذا نهوا عن شيء أطع إذا سكتوا عن شيء أسكت فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا إذا قلنا شيء أنتم تقولوا بنفس المقالة سواء في المسائل الاعتقادية أو في المسائل الشرعية أو في غيرها وأن تصمتوا إذا صمتنا شفنا من المناسب أن لا نقول شيئا أنتم أيضا لا تقولوا شيئا بآرائكم الفاسدة ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل هذا هو الدليل لماذا؟ لأن الأئمة هم الواسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا هسه تريد خالف لا أحد يمنعك واحد يريد يكفر لا أحد يمنعه لكن لا خير في ذلك حتى لو حصل مصالح دنيوية لأيام قلائل لا خير فيه هذا الدنيا وما فيها لا تسوى عند الله شيئا ليس خيرا إذا كان وراءه النار في حديث ما مضمونه أنه لا شيء خير ووراءه نار جهنم، ولا شيء شر ووراءه الجنة. يعني إذا أنت اشتركت في ساحة القتال، وجُرحت، وقُتلت، ومُثّل بك كما صنعوا بحمزة سلام الله عليه. هذا مو شر، لأن وراء الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله. وإذا واحد بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق أو بالمعصية حصل له منصب صار له رئيس صار عنده فلوس صار أمره مطاع هذا ليس بخير أيام قلائل ويعقبه نار جهنم خالدا فيها شنو الخير هذا جابوا لك طعام لذيذ وأنت جائع هذا الطعام مسموم حينما تأكله تلتذ لكن بعد ساعة عندما يجري سم في الجسم وما وراءه من الامراض ومن الاعراض ومن الدماء ومن الموت هل اكل ذلك الطعام كان من الخير؟ كلا ولو في وقت اكله يلتذ هذا الانسان باكله ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من التابعين لهم والمسلمين لأمرهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين